السلام عليكم، كيف دايرين؟ اليوم جيناكم بواحد الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي كان غنبينو فيه المراحل ديال التسمين من الاول، يعني من الولادة. فبعد ما ولدت لينا هاد العجلة، فهي غير عجلة اول مرة كتولد، ولدت لينا هاد العجل هذا، وبغينا نشاركو معاكم هاد العملية ديال التسمين من الاول، يعني من البداية، من الزيادة ديال العجل حتى يمشي للسوق ان شاء الله. فاحنا غادي نمشيو معاكم مرحلة مرحلة، وغادي نمشيو معاكم دقة دقة، حتى نوصلوا للمرحلة الأخيرة ديال التسمين. فبعد ما ولدت لينا البقرة، كنخليو هاد العجل هذا يرضع الأم ديالو واحد المدة اللي كتراوح تقريبا ما بين شهرين ونص حتى لثلاث شهور. كنخليوه يرضع، ما كنحيدوش لمو الحليب، داك الحليب كله كيرضعوا هاد العجل باش يستافد منه مزيان. فهاد المرحلة هادي هي ديال الرضاعة. فاحنا ما كان ما يعني هاد البقرة هادي ما كتحلبش، هذاك الحليب كله كيرضعوا داك العجل ديالها. حنا ما كنبقاو نحلبوها تقريبا حتى كتفوت 3 شهور، كنخليو العجل بوحديتو يستافد من هاد الحليب هذا. وهنايا كندخلوا العجل الكوري. منين كيبرد الحال حتى الصباح كيبقى العجل هنايا سخون دافي حتى الصباح. او تاني منين كي يدفى الجو، عاد كنخرجوه حيت هاد الجو هذا بارد غيقدر يأثر عليه ويقدر يمرض بالإسهال. واخا هاد العجل هذا راه ماشي مزيود بطريقة طبيعية، يعني عنده مناعة قوية ضد هاد العوامل كلها. فهو ماشي تلقيح، هو ماشي تلقيح اصطناعي، هو تلقيح طبيعي. وكنأكد عليها، حنا ما كنديروش العجول ديال التلقيح الاصطناعي، كنديرو عجولة ديال التلقيح الطبيعي. يعني البقرة كتولد من عجل، ماشي كتولد بالإبرة كما كيعرفو جميع الفلاحة. وكما قلنا هاد العجل هذا راه مازال غادي يرضع حتى توصل لواحد الفترة ديال شهرين ونص او لاكتر، وبعد ذلك غادي يدخل المرحلة ديال التسمين الأخيرة كما سبق لينا وريناكم، وغادي نعاودو نوريكم إن شاء الله. وهنايا كما كتشوفوا معايا كنفرق التبن، كل بهيمة كنعطيها واحد القدر على حسب الحجم ديالها. إذا كانت البهيمة كبيرة فكنعطيها قدر كبير، كانت البهيمة صغيرة كنعطيها غير شوية. هانتوما كيما كتشوفوا معايا، يعني كل بهيمه كنعطيها واحد الكميه، سواء كبيره سواء صغيره على حسب الحجم. وهاد التبن هذا اللي كتشوفوا معايا راه ماشي ديال الشعير وماشي ديال الزرع، هاد التبن هذا ديال فارينه، حيت فارينه معروفه زويونه وفيها اللبابه وكتعجب البهايم. هي بالاضافه للعلف، بالاضافه للفول والشعير، فكتعطي واحد النتيجه مزيانه. وكما كتشوفوا معانا هاد العجل هذا تا هو راه مر بهاد المراحل اللي هضرنا عليها، وهادو حتى هما غادي يمروا بنفس المراحل. والعجل الصغير حتى هو نفس كذلك غادي يدوز من نفس المرحله. العلف وراه هاد المشروع الحمد لله راه اللي بغى يديرو زعما راه مشروع ناجح 100%. يعني خص تكون غير النية، والإنسان يخدم بضمير وبمعقول ويعرف شنو كيوكل. وهانتوما كيما كتشوفوا معانا هذا راه غير الشعير صبة، هذا الشعير ما كاينش في الخناشي، كان نقرشلوه ولا كنشردوه في الماكينة وكنعطيوه ليهم كيما كتشوفوا معانا. فهو هو راه غير منتوج ديالنا، ماشي كنشريوه، وفي الحقيقة حتى حاجة ما كنشريوها، كلشي ديالنا الحمد لله. هذا شعير وكنقرشلوه حتى هو، مع شوية ديال الفول، مع شوية ديال النخالة، مع شوية من هنا، مع شوية من هنايا، وكتعطيهم شي حاجة، عارف شنو كتعطيهم. كما كتشوفوا معنا هذا الكوري ضروري التهوية، التهوية تقريبا هي كل شيء، ماشي التهوية، ولكن ما يكونش الكولوندير.
والشعر كما سبق لي وقلت لكم الفول كذلك، الفول كذلك هذا فول سردناه ديناه للماكينة وكدير له واحد الطحنة غير شوية، غير كتفرق ديك الجلدة تقريبا على داك البياض، كتفرقو غير شوية ماشي كيتطحن بزاف، غير كيتشرد. هو هاد الهضرة ديال التشرد راه كيعرفوها الفلاحة. هذا الشعير هو مشرد، هذا التبن، هذا التبن ديال، هذا التبن ديال الفول، التبن ديال الفول سواء التبن ديال الحمص او ديال القطنية كاملة فهو راه مفيد، ممكن نخلطوه مع هذا الشيء اللي قلت لكم. يعني اللي بغيت نوصل لكم اننا ما نحتاجو حتى شي حاجة من السوق اللي كي يدير هذه المنتوجات في الارض ديالو، ما نحتاجو حتى شي حاجة، لا سيكاليم لا شمندر، هادشي كلشي مواد كيماوية وخايبة لا للحيوان ولا للإنسان اللي كياكل اللحم وصافي. يعني هاد العلف هذا مع الماء ضروري 2 مرات في النهار تقريبا، في الصباح وفي العشية كيشرب قبل ما يبدا يعلف، ما تشربوش العجولة بعد العلف، إلا علف العجل ما يعاودش يشرب وراه، حيت كيطرالو حتى كدوس في المعدة. صافي الانسان ياخذ واحد الوقت ولا 2 اوقات في النهار ديال باش يورد البهايم، باش يورد العجولة، مرة في الصباح مع ديك ال11 ولا 12، ومرة عاوتاني في العشية كيوردو مع ديك ال5 ولا 4:30 هكاك، ورا عاوتاني كيعطي العلف. يعني ديما الماء يكون قبل من العلف. وكما قلت لكم المراحل ديال التسمين راها تقريبا كدوز على واحد المراحل منين كيتولد العجل، يعني اللي ما كيشريش كيتولد عنده راه كي كيما قلت لكم ونعاود نقولها عاوتاني نكررها، يخلي الانسان العجل حتى يرضع مزيان ويكتسب ديك المناعه ديالو من الحليب ديال امه واحد المده ديال 3 شهور، ومن بعد عاد يبدا يعلفو غير بشويه بشويه، وهو كل ما كيكبر داك العجل وكل ما كيعطيه شويه اشياء كبيره، والاساس هو الرضاعه. فانا كنوصي على الرضاعه لان الحيوان حتى هو بحال الانسان. وهذا كما كتشوفوا تبارك الله راه نموذج، واخا راه مازال ماشي كامل النمو، ولكن راه تقريبا ضرب واحد المده ديال 3 شهور ديال العلف ودازها هو من نفس المراحل. هذا راه هذا زياده وخلق، داز من نفس المراحل، يعني ما بقى له والو، ما بقاش له مده كبيره، وغادي يدخل عاوتاني واحد يرجع بلاصتو، هي العمليه كدوز. وان شاء الله ان شاء الله نوريكم، نتابعوا معكم هاد لي فيديو هادو. بالنسبه اللي بغى يستافد من هاد المشروع هذا راه مشروع مربح 100%، والتبن التبن ضروري، يعني ما يمكنش تخلي الحيوان ما تحت تخلي قدامه حتى حاجه، ضروري تخوى تحيد ياكل ديك الكميات، عاود تحل عاوتاني البال كما كتشاهدوا معايا، وكل واحد تعطيه الكميه ديالو، وديما كنردو البال فين ما مبقى خوا عنده كنديرو عاوتاني التبن حتى توصل الفتره ديال العلف والماء. يعني ما يمكنش تبقى خاوي قدامه كما كتشوفوا معنا، واحد كبير ولا حجم كبير راه كنعطيه كميه كبيره. وهكذا فانا صراحه زعما كان اللي في الباديه وعنده شويه الامكانيات واخا غير بسيطه يقدر يبدا بعجل بجوج بثلاثه، وهو غادي كيطلع ان شاء الله حتى يولي واحد، يعني حتى شي واحد ما كيبدا كبير، وهاد المشاريع صراحه كتبدا صغيره، وحنا ان شاء الله راه بدينا حتى حنا بروسنا، حنا بادين صغار باش ان شاء الله فاش يكبر المشروع راه غنوريكم كيفاش كبر المشروع، يعني كبرناه بيدينا، وراه مشروع مربح ومجرب وممتع.
يعني ممتع فاش كت هاد الحياة هادي اللي كيعيش الإنسان مع الحيوان هي أصلا ممتعة وهكذا. وواحد الإضافة ولا واحد الإشارة يعني ضرورية حتى هي، ضروري من نظافة الحيوان ضرورية، يعني كل صباح اللي يعني ما كيدير حتى شي حاجة أخرى مقابل غير البهيمات ديالو، كل صباح ينكس ليهم ويرمي الوسخ بعيد من لا الكوري، كيتجمعوا واللي هاد كيكون هكذا مشغول ولا ما عندوش اليد العاملة ولا ما عندوش الخدام على الأقل مرة في لا 3 أيام، كيتجمعوا الغبريات وهذاك ياك الغبار ديالهم يلوحوا بعيد، راه هذا الغبار ديالهم حتى هو راه مفيد، هذا راه تن وكتر كمية كيتفرش كيتشتت في الأرض، راه هو سماد مزيان. ضروري هذه العملية هذه ضرورية وكنوصي عليها، النظافة ثم النظافة كما كتشوفوا معايا، كل أنا بالنسبة لي كل صباح تنوض كنكس.